صباح الخير عليكم حبايب ديالي، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين، نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير، ولا مساء النور ولا اللي كان اللي فوقاش ما شفت هذا الفيديو هذا. المهم جبرتوني دابا يلاه جيت وكلت الدجاج ديالي، حيت دابا واقي يلاه الصباح، البنات مشاو للمدرسه دابا. المهم قلت دابا 9:30، يعني البنات كيمشيو في 8:30، دابا قلت ساعه ما كانوا يمشيو البنات شاب المدرسة. أنا جيت وكلت الدجاج، ودابا إن شاء الله يا ربي هاد الفيديو هذا بزاف منكم اللي كطلبوه مني، كتقولي ويصل عافاك شارك معنا الروتين ديالك ديال الصباح، شي حال الغداء، شنو غتعدل؟ إن شاء الله يا ربي. اليوم صراحة دابا باقا مرونة، باقا معملت حتى شي حاجة. المهم دابا غندخلكم معايا ونبداو إن شاء الله بالتخمال هو اللولاني، ونعملو الغدا يطيب ونكملوها بالتسييق. واهم حاجه هي بنادم يعمل داكشي اللي كيرتاح فيه صافي، اما يعني تعمل داكشي كتر من الطاقه ديالك وبنادم يعيب شويه عليه. صراحه انا هالايام كنت عيانه واحد شويه، مع علي كان مريض، البنات ما صراحه ما عنديش كاع ما خملت الدار ولا عملت شي حاجه. المهم دابا ان شاء الله ربي غنشارك معكم التخمل ديال الدار والروتين ديالي وهادشي اللي كاين. وقولوا لي حقا كيجيكم الكاميسون؟ كيجيكم الكاميسون ديالي؟ هذا صبطاتو لي خالتي. اول حاجه كنشكرك يا خالتي بزاف بزاف، حيتاش كما العاده دائما انا فوقاش ما تصرف لي شي حاجه ولا فوقاش ما نكون معاك وشري لي شي حاجه والا كنلبس عليا، وخا تكون كما كانت. المهم صراحه عجبني اللين ديالو، وحتى خالتي صراحه عندها الذوق، والله الا عندها الذوق في الحويجات. سبحان الله دائما ملي كتشري لنا شي حاجه والا حتى كتكون هي مقتنعه بيها والحاجه الا عجبتها هي صافي عاد تشريها، عاد تشريها واخا يكون اللي كان. المهم كنشكرك يا خالتي بزاف، ومهم دابا ان شاء الله يا ربي ندخلكم معايا. صراحه الدار مقلوبه عزيزه. انتما رجاش فين ما دخلناهم نصور غير بوحديتي اليوم، يخليها على الله وصافي. المهم شوفوا الزنقه مقلوبه والله الا مقلوبه، كلشي مقلوب. هذا القصبر غرس واحد شويه ديال القصبر، ها هو باقي هنايا. شوفوا الوراق ديال الداليا مع دابا الخريف كيبقى كيطيح بوحديته. شوفوا الكراسه فين كنا جالسين البارح انا والراديه، شوفوا الطراسه كيفاش نهشه. المشكله دابا شوفوا هي والله ما حيده، ما كتبانش في هنا في الواقع ما كتبانش، لكن في الكاميرا كتبان موسخه، ابسط الطوايا كيبانوا قسما بالله. او يلا ندخلوا دابا بسم الله على بركه الله. نزلوا السويت ديالنا، ها انت هذا البيت كلشي باقي مرون، حتى الجغل ديال البلاط كلشي الباويات ديال العيال كلشي. وهذا شوف الجلاب كيعدل لي الشغل بكري بزاف. صافي دابا انا دابا ساليت الصالون وطويت هاد الزريبيه باش غنبدا نشل نشل باش غنسيق الكوزينه، باش غنسيق. شوف الكوزينه والله كلشي مقلوب. دابا نجي للبيت عاوتاني، هاد البيت هذا كيجلسو فيه غير مريم ومروه فيهم، ولي كيجلسو فيه بزاف، هنا مكيجلسوش فيه، كيخرجو فيه التمارين ديالو.
وهنا دابا ساليتو. ودابا انا شطب دابا كلشي هنا ساليت تصميم التخمال. دابا ان شاء الله عاد غندخل نعمل الماء باش نسيق الكوزينه ونخرجها الباسيو من هذا، عاد نطلق الزرابي وليك ساعتي عاد نرجع الغدا يطيب هو اللولاني باش يعني نربح الوقت وعاد نخرج نسيق الطراسه. صور فيديو. سلام، لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ توحشناكم بزاف. جبرت اني نشوفها، جيت من المدرسة وفجأة جبرت ماما كتصور فيديو. صافي، بغيت نسلم عليكم وعدونا اللايك وتشاركوا في القناة باش نوصلوا المليون ان شاء الله. وشكرا على المشاهدة ديالكم والدعم ديالكم، وخليكم مع ماما. ها نتوما تشوفوا شحال دلورة يا واعرة هاك وطنت تعجبني هاي الدعوة ديال التصوير من تما. اخيرا الباص اللي صورني. واش ما قيتيش ولا ما جاتي الاستاذ؟ لا عندي تمره، ما عندي شي تمره، عندي تمره عاد شفتها في الطراسه صافي، هي اللي خرجتها مني الصراحه. حيدو من الزنقه نهبطو في الحيط. بعد مسألة الاستخمال ديال الدار والروتين الصباح كما اختي معاش شريك معكم كل شيء، دابا جا وقت الغداء. مع مريم جات من المدرسه، عملت اللحم، طاجين ديال اللحم بالخضره، مقطع دابا البصله، قطع عيش رائع. انا كنعمل كل شيء دائما عشوائي، ما عنديش يعني داك الشيء مقطع مقرط ستيتو وهادي. المهم دابا غنقطع البصله اللدانيه، نعدل البصله في القاع باش واخا كيلصق لنا الطاجين اللحم ديالنا ما كتحرقش، يعني كتلصق ليك البصله واللحم والخضره كتبقى وبالحفه. ها السلام عليكم، بخير عليكم وبخير على الناس اللي لا يخلي راهم الناس كامله اللي دعوا معايا.
بصحتكم، بارك الله فيكم. الحمد لله بضاعتنا بخير، الحمد لله. ولكن عرفتي دابا خصك داير وعيني بداو كيحرقوا بصح صافي مزيان العين بنتي كما كنقول لك مروه هي مزيانه العين ولكن هي راه كتدمع العيني يبقى لي مشى من الفطور من الغدا وتشوف مروه فطرات انا فطرت مريم فطرتي قلت لي ماشي الصباح ماشي شي فطور شي فطور ولكن المهم فطرت قولي فطرتي صافي دابا نعمل عطريه شويه ديال اللبزه كاينه بلا عطريه مريم من الاحسن من اللي تصورها بنتي شبر من هذه البلاصه اللي هنا حدا شي فات اللي هنا غادي تولي الكاميرا بنتك ها انت الصباع ديالك والله بان مع الكاميرا المهم عملت العطريه هنا ديال المهم الكي اسمع الكيمون عملت اللبزه هذا الخرقوم كاين جبير الملحه دابا نعمل شويه زيت بلديه بسم الله غنخلط هذا الشيء كله جات هي استثنائية باش تجينا حنا الجاده قاصحه شويه في الطياب على البطاطا ماما كاين الحمراء البطاطا حلوه حمراء لا ما كايناش انت الحمراء انا ماما ديك النهار شفتها كتقشره ولكن مشات انت ما بقاتش تهضر تما وهذه الثومه ثم نعملوها بكل شيء ديالها للفوق نعمل شويه ديال الكيمون الفوق فوق البطاطا نزيد دابا شويه الزيت ضاضعين البوطا ما شافتش صافي من بعد ما طابلنا الطاجين جبت من خدامه كنصاوب الشلاضه عندنا ثلاثه هنا فهاد الشلاضه دي هذه الشلاضه عندي هنا الكرنب والخيار والتفاح والاناناس وهاد شويه ديال اللوبيا كاين عند لهنا حطت بصلات صغار وهاد الطعام ديالنا طايب صراحة منه واحد اللدة طالعة واحد اللدة ما نقول لكم ما نقول لكم شي هذا الغدا ديالي صراحة انا كنطيب الغدا ديالي بلا زيت وهذا العصير وهذا العصير ديالي ديال البرد هنا عندي واحد الباربا واحد الليمونه كامله بقشوره بكل شيء ونص تفاحه ونص كاس ديال الماء ونسمه الليمون عندي ليمونه بقشوره بكل شيء دابا انتينا خير واش هذا الباب سالي واد البس عليك محمد ياسين شوف لاباس الحمد لله ماماك لاباس حصلتك الغدا واجد هانتوما باش نركبو هاد الباب كخص ضروري موضع ديك الحديده تتعمر ايوا وبناها ولبسها هادي نهار بنيتيها رحتي مريض الله لا سمح الله هذه النار هذا بالضبط شيك واش كنتي بغيتي هاد الجغرافيا دابا مرضتي الحمد لله صبحنا النهار شويه شكرا على الدعوه ديالكم كلشي كيف الله يشافي الله يشافي حتى انت الله يعطيكم ما تمنيتو في نيتكم ان شاء الله امين يا رب صافي دابا لبسنا هاد الجهه هادي دابا غنقلب هاد المدري عاود عاود لب اتجاهنا الاتجاه هذا ونلبس هاد البلاصه هادي وملي نشوف نركب البال صافي ديك ساعتي هادي انا غنصبغها نعطي نجي لي الصباغه نصبغ انا هادي نتريني فيها توحشني نصبغ الحيط والله غير نجيب الصباغه في البياط ونصبغ هذا وهاد الضرابي هادوك اللي كاين حداش مقبحين الزنقه الصراحه ان شاء الله والمهم تتغدى دابا ولا تتسالي تغدى واجد هاكا واجد عتغدى انا الغدا ديالي بوحدي نسينا محمد دابا يجيب لي هذا جيب له واحد المشربه نقاد واحد اللوحه هنا نكمل الشغل ولا باقي لها واحد ربع ساعة صافي فيها صافي نقدا صافي يوصل ساعة نتغدا مجموعين هذا هو الغدا ديالنا ديال اليوم شليوضة الطويجن ديالنا وهذا ديالي يلا بسلام عليكم نتلاقاو ان شاء الله يا ربي شي فيديو واحد اخر